أنا وجوزي بالغرفة إنه أتفاجأ فيها يا عم تتنصت علينا يا عم تتنقوز علينا. وقت الرجال بيحط مرته عند أمه بيكون مش رجال، لحتى ما هي ما بيحق لها تتدخل بالكني أبدا أبدا أبدا. أنت كيف توصفي لحماتك؟ أنه هي كانت كني بالأول ورجعت. كيف توصفي لحماتك؟ عقربي وحي. إيه؟ إيه؟ مغرورة هون وعقربي وحي هون. عقربي وحي. شو أم أسامة؟ العزيز انه هذا الكلام اللي بتحكيه انه الزلمه اذا حط زوجته عند امه مش رجال، لا رجال ونص. كن حمار. لا رجال ونص لانه هاي امه. ما انه رجال. لا هاي امه قبل ما يصير مرتك. اف ده شو انت حتضلي معه كل الوقت يعني؟ طب خلي عندك بالفرشه وبكره تتجوزي وتخليه يصير عنده مرا يعني. بكره يا عزيزتي رح تصيري ام. أنا حماية. أنا عندي أنا أم حمد الله. أخرى 20 سنة بصير حماية. ما بخلي ولا ولد يقعد ببيتي وقتها بده يتجوز يقعد لحاله ما بتدخل فيه. بعد 20 سنة لما أصير حماية. أنا بهمني يكون ابني مبسوط هو ومرته بس. اعتبريها زي أمك. كيف لا. كيف وقت ماما؟ وقت بتكون الحما منيحة. كيف هيدي يعني؟ وقت بتكون الحما منيحة بحطها على راسي، بس وقت بتدخل بشؤوني الخاصة بتقدر تغيريها. بتقدر تغيريها. عندي الجيران تمنعني وتيجي تقول لها جوزي لا هيدي. لو رح احكي بعد شوي بس لوين وصلت ذروة المشاكل بينك وبين حماتك اليوم عم تصفيها عم تقولي عقربي وحية يعني عم تستعملي كلام طبعا. لوين وصلت العلاقة؟ ضرب؟ مين؟ هي أول شيء تهجمت بقى تضربني فقمت أنا ضربت. حلو حلو. مين قال حلو؟ ليه حلو؟ عجبتني لأن عجبتني. الكن اللي بتضرب حماتها ما لازم تضل على ذمة زوجها نهائيا، لازم تضلها. ليش انت بحق لك تضربيها؟ مثل بنتها معليه تضربها. لا ما بحق لك. لو تضربك امك تضربيها؟ بتقبلي حدا يضرب لك بنتك؟ لو امك تضربك كيف بتضربيها؟ حمات بنتك تضربك بنتي؟ اذا امك انت حما عند وحده لا جاوبيني نفس الشيء. تقبلي انت انه كنت تريدي حماتك تضرب بنتك؟ ما بوصل لك غير هيك. جربت تضربيك؟ لا عم تتحرمي من السؤال. لا عم تتحرمي من الجواب. اسمع زينب شو عم تقول. لا عم نسالك. عم اقول لها بتقبلي انه حمات بنتك تضربها؟ ما بتقبلي؟ طب لاي سبب يعني؟ شو في سبب؟ بنتك احلى، كنتك مش منيحه. ايمتى بتغار؟ ايمتى بتغار الكنه من الحما من كنتها؟ ليه بدها تغار منها؟ بتغار بكثير اشياء، وهيدي اللي عم تحكي عنها انه بتتبسبس هي وجوزها، طب بلكي عم تحكي هي شيء خاص مثلا سكس. سكس قدام حماته؟ قدام حماته بدها تعمل سكس؟ ضروري تحكي قدام شو كمان بفتح لك شو ضروري تحكي كمان انه في سكس اليوم؟ ليه عم تحكي سكس؟ ليه عم تحكي عن هالموضوع؟ ليه عم تحكي عن هالموضوع بالذات؟ يعني كانت حماتك تتدخل بهالامور؟ كثير. كيف كانت تتدخل يعني؟ حماتي كانت انا ما في حما مثلها، ما شايفة. ليه شو صار؟ كيف كانت تتدخل بشخصياتك وجوز بعلاقتك الحميمة؟ اوكي تتدخل بكثير، ما بدي احكي كثير. قولي كيف مثلا كانت تتدخل؟ تتدخل بكتير اشياء ما بتعنيها. كيف يعني؟ مفكره حالها انه هي هلا عم تحكي بدي قوم غسلها واطبخلها. انا ما بصدق في بنت بالكون ما بتعرف تجلي صحن او تغسل، اخره الشيء بدها تقوم. لا بتعرف بس هي الخاصيه. ما عليك معها تطلع تنام لحظه لوحدي لثلاثه جوزها قبلان. ممكن يكون جوزها قبلان. بس عم لك ما لك معها. ايه ما لها معها الحماس ساعة الجوزه بيكون قبلان بكل شيء عملته. بس انا بدي اسالك سؤال زينب، عم بتقولي كنت حماتك كانت تتدخل باكثر الخصوصيات. نعم. وين يعني كيف؟ قلت مثلا اذا يعني كان في علاقه هي وجوزها بتتدخل، كيف بتتدخل اذا في علاقه هي وجوزها؟ بدي احكيها يعني؟ يعني اكثر ما كن انه انا وجوزي بالغرفه انه اتفاجئ فيها يا عم تتنصت علينا يا عم تتنقوز علينا. اخر شيء جوزي ما كان يصدقني، لاخر شيء ضويت الضوء قلت له احيي امك هون، عشان هيك انا ضربتها لانه كان يصدق امه واللي ما يصدقني يضربني من تحت راسها. فاخر شيء ما استحملت ضربتها. لا ما بطلع لك تضربيها نهائيا. واخر شيء طمر انت. لا ما بطلع لك.